دلوني دلوني على اسمي دلوني دلوني دلوني
معناها ما انتم عارفين اسمي ولا حتى فاكرين معناها ما انتم عارفين اسمي ولا حتى فاكرين دلوني دلوني على اسمي دلوني 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 على اسمي دلوني من دلك من قلك لا على اسمك من دلك لا من دلك من قلك لا على اسمك من دلك لا معناها من انتم عارفين اسمي ولا حتى فاكرين معناها ما انتم عارفين اسمي ولا حتى فاكرين عارفينك يا حرف الدال اسمك ما يحتاج له سؤال عارفينك يا حرف الدال اسمك ما يحتاج له سؤال تعالي قولي لي يا دلال اوصفي شكلي وهاتي مثال تعالي قولي لي يا دلال اوصفي شكلي وهاتي مثال مادام عارفين ما تقولوا ليه لا تسألنا ومن غير ليه مادام عارفين ما تقولوا ليه لا تسألنا ومن غير ليه ليه أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع فقرة المسابقات. أحبائي لقاءنا اليوم سيكون مع حرف الدال أي أن إجابات المسابقة تبدأ بالحرف نفسه وستكون المسابقة كالعادة بين فريقين نتعرف على الفريق الأول محمد منير محمد كردي غازي سالم كردي صلاح أحمد أمين مرشد أيضا نتعرف على الفريق الثاني تغريد أحمد كاتب رولان خير الدين بصراوي هدير عبد القادر شيخ أحبائي قبل أن نبدأ نود أن نذكر بأن لكل سؤال تتم إجابته إجابة صحيحة 10 درجات والفريق الفائز هو الذي يحصل على أعلى الدرجات في نهاية المسابقة بسم الله نبدأ والسؤال موجه للفريق الأول هو سائل يتدفق من القلب إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الشرايين يوجد فيه ملايين الكريات الحمراء التي تعطيه لونها كما يوجد فيه ألوفا من الكريات البيضاء التي تقاوم الجراثيم الضارة التي تدخل الجسم السؤال ما هو هذا السائل؟
الإجابة صحيحة، وبذلك يحصل الفريق الأول على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الثاني. هي نوع من السيارات المدرعة تسير على جنزير طويل من الصلب، ولذلك تستطيع السير في الطرق الوعرة، كما تستطيع أن تحطم كل ما يعترض طريقها. ما هي؟ الدبابة. الإجابة صحيحة، وبذلك يحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الأول. هي شكل يشبه العجلة ويسمى الخط الذي يصل بين المركز والمحيط بنصف القطر، والخط الذي يقطعها مارا بمركزها يسمى قطرا. ما هي؟ الباخرة. الإجابة خاطئة، وينقل السؤال للفريق الثاني. الدائرة. الإجابة صحيحة، وبذلك يحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الثاني. هو حيوان يعيش نوع منه في أمريكا ونوع في منطقة القطب الشمالي، وتستطيع أنواع منه تسلق الأشجار بمهارة، ويعتمد في غذائه على النبات، ويصبح شديد الخطورة إذا أثاره أحد. السؤال: ما اسم هذا الحيوان والذي يبدأ اسمه بحرف الدال؟ هو الدب. الإجابة صحيحة، وبذلك يحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الأول. عاصمة لدولة عربية شقيقة يمر بها نهر بردة، تقع على طرف سلسلة جبال لبنان الشرقية، تعتبر أهم مركز صناعي وتجاري، وهي من المدن القديمة في تاريخها. ما اسم هذه المدينة والتي كما قلنا عاصمة لدولة عربية شقيقة؟ دمشق. الإجابة صحيحة، وبذلك يحصل الفريق الأول على 10 درجات. السؤال الآن يوجه للفريق الثاني. هي مدينة من أكبر مدن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تعتبر ميناء مهم ومركز تجاري، وهي إحدى الإمارات العربية السبع التي تكون منها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. السؤال: ما اسم هذه المدينة والتي يبدأ اسمها بحرف الدال؟ دبي. الإجابة صحيحة، وبذلك يحصل الفريق الثاني على 10 درجات. أحبائي، يتضح لنا في نهاية المسابقة أن الفريق الأول حصل على 20 درجة، بينما حصل الفريق الثاني على 40 درجة، أي أن الفريق الثاني هو الفريق الفائز في هذه المسابقة، والمكون من تغريد أحمد كاتب، رولان خير الدين بصراوي، هدير عبد القادر شيخ. كما نشكر الفريق الأول والمكون من محمد منير محمد كردي، غازي سالم كردي، صلاح أحمد مرشد.
شكرا لكم أحبائي، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، الدولفين حيوان بحري يحب العيش في جماعة، كما أنه مشهور بتعاونه، فإذا مرض أحدهم تعاون الجميع على رفعه إلى سطح الماء ليتنفس. وللدولفين في أعلى الرأس ثقب يستنشق من خلاله الهواء، وهو لا يحتاج إلى إخراج رأسه من الماء ليتنفس، ولكنه يغوص في الماء حيناً ثم يعود إلى قرب سطح الماء ليستنشق الهواء. ويوجد حوالي 40 نوعاً من الدلافين، كما تقوم الدلافين بتربية صغارها وإطعامهم وتعليمهم كيفية الدفاع عن نفسها، فإنها أيضاً تؤدب صغارها إذا أساءت الأدب عن طريق رفع الصغار بزعانفها في الهواء، لأنها تعرف أنه يخاف الخروج من الماء. ويسمع للدلافين ضوضاء وأصوات مختلفة، وتلك هي وسيلة التخاطب فيما بينها، وحاسة السمع عند الدلافين قوية، كما يسافر قطيعاً منها مسافات طويلة بحثاً عن الأسماك. ويأكل الدولفين الواحد حوالي 20 كيلوغرام من السمك في اليوم، وأسنانه حادة جداً. والدولفين حيوان ذكي جداً، ولذلك نجده يتعلم بسرعة الألعاب التي يتدرب عليها، وتروي بعض القصص القديمة صداقة للإنسان، وكيف أنه كثيراً ما أنقذه من الغرق وأوصله إلى الشاطئ. أحبائي، تتغذى دودة القز عادة بأوراق التوت، ونحن نعرف أن دودة القز هي التي تقوم بصنع الحرير، فكيف يتم لها ذلك؟ حينما يتم نسج الشرانق تجمع وتوضع في ماء ساخن لإذابة المادة الصمغية التي تربط خيوط الحرير ببعضها، وتطفو أطراف الخيوط في الماء فتسحب من الشرانق وتلف على إطارات من الخشب. بعد ذلك تلف مجموعات من هذه الخيوط الدقيقة حول بعضها
يتكون من كل مجموعة خيط غليظ، وفي النهاية تغسل خيوط الحرير غسلا تاما للتخلص من أثر المادة الصمغية، ثم ينسج الحرير وتصنع منه الأقمشة. يا رب يا رب يا رحمن يا خالق الإنسان يا موجد هذه النعم يا منبت هذا الشجر يا من ترزق الطيور في أعشاشها. يا ربي كل ما في الوجود صنعك، يقول أنت الإله وحدك. هذه السماء بزرقتها الصافية، وهذه الزهور بألوانها الزاهية. يا من يجيب الدعاء ويسمع النداء، أدعوك يا إلهي أن تحفظ بلادي وأن تديم عليها نعمة الأمن والإيمان. يا رب يا رحمن. Yeah.
ونترك.